أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا، وهذا اللقاء الجديد مع برنامج بدون ألوان. فريد شوقي، ذلك الفنان المجتهد الذي بدأ حياته الفنية ممثلا للأدوار البسيطة التي تميل إلى أدوار الشر أكثر مما تميل إلى أدوار الخير. اسكتي ما انت رخرفة أعاني، عجباكي الجلابية اللي كل يوم بتغسليها وتستنيها؟ بدل ما تقولي لها كلمة حلوة تقوميها عليا. يا ست أنا عارف احنا عايشين ازاي. لما انت عارف حط في عينك حصوة ملح وشوف لها شقة حلوة فيها الكهرباء. يعني أعمل إيه؟ أنهب أسرق؟ هم كل الرجالة اللي مهنيين ستاتهم بينهبوا بيسرقوا. هذا الفيلم رفض أكثر من منتج أن يموله، لأن فريد شوقي لم يكن يتمتع بمقاييس النجم اللامع في رأي المنتج المصري، فهو ليس جميلا ولا أنيقا ولا يجيد الغناء. لكن صلاح أبو سيف وجد فيه الخشونة والبساطة والضخامة، ووجد إمكانية تقديم البطل الشعبي الذي يعبر بشكل ما عن جمهور الدرجة الثالثة أو جمهور الترسو الذي أصبح ملكا له فيما بعد. الأغنيات الناجحة ارتبطت دائما بمطربيها الأصليين أو بمن غناها أولا. أعزائي، شكرا لمتابعتكم، وحتى نلتقي ثانية لكم منا أجمل المنى.